لماذا لا تزال كل ملفات التغيير في المنطقة العربية عالقة؟ وهل التغيير السياسي بات مسألة حتمية؟ ما وسائل القوى الثورية العربية في مواجهة إرادة التغيير من الخارج؟ ما محددات صراع الإرادات على طبيعة التغيير السياسي في المنطقة العربية؟ وأي مآل ينتظر التغيير المتوقع؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان العرب، التغيير من الداخل أم من الخارج؟